عسلامة يا مسيو. مرحبا بكم. عايشك مرحبا بك انت اكثر. عايشك عايشك. مسيو قلت لي انت يا ولد العاصمة ابا عن الجد. نعم. ولد الحلفاوي. نهج الحلفاوي عدد 45 مولود غاديكا. ولد الزنقة والباب الحلقة. الزنقة وسوق الززارة وباب السويقة والعادات والتقاليد والدنيا الكل. مسيو حسيتك هكا في الكواليس تتحسر على الزمن الجميل وكل. قلنا خلينا نحكي ونرجع بيك للماضي وتونس قبل. تونس قبل. تونس قبل اللي احنا عشنا عيشة اللهم صلي على النبي، كنا لبس علينا، كنا مستورين، كنا وكنا مستقنعين مستقنعين، والناس الكل تاكل والناس الكل تعمل عيادة، والشيء كان رخيص بون الفلوس شوية لما حالة، أما اللي يعرف يتصرف يعيش مستور، والناس كل مستورة، والناس تهز بعضها والناس تحن على بعضها، والعياد تصير والمواسم والمدرسة وقت اللي بكري فهمتي، ولاد نهار اللي يدخل الصغير للمكتب يجيب لك ليستة عربي وليستة سوري بدينار تخرج منهم، اليوم تشوف في مئات الالاف، معناتها مئات الالاف تتخابط، عندي بناتي ولادي فهمتي، ولا شيء كبير المصاريف المال طغى. توا بكري كانت الناس مستقنعه والناس لاباس عليها والناس نتاع هذا اليوم هذا الغدوه والشيء رخيص حاج. احنا توا معناها نشوفوا في برشا عباد نقولوها باللغه نتاعنا معناها تفيس على بعضها، بينما قبل ما كانش، لا ما كانش الموضوع هذا، ما كانش ابدا ابدا، حتى الفقر كان موجود قبل لكن كان شبعان ما تراهش الفقر، ما تفيقش بيه، والناس كانت تترقع وتلبس هنقول لك فهمتني، ولا وتشري جديد وكسوه عيد يعيد بها عامين وثلاثه فهمتني، ما تراش عليه حتى شيء، والناس تهز بعضها وتحن على بعضها، والجار ما يباتش بلاش ابدا وما يعيدش بلاش ابدا فهمتني، ولبس علينا عشنا عيشه عشنا في الغفله هنقول بالنسبه لتوا سمعوا عشت انا كنشوف الاسوام توا ندوخ فهمتي. فما حاجات اخرى زيدا مسيو تنجم تكون عندها سبب في التغير اللي صار، مثلا علاقه الجار بالجار اللي وصى عليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، علاقه بين الاقارب صله الرحم ما عادش، لا هذا الكل عنده دور زيدا ما عادش. ما هو نيجي نقول لك الناس خرجت من العاصمه ومشاو للحيه، ما كانش عندنا لا حي لا والو فهمتني، والناس مشات للحياه والناس مشات وما عادش يحبوا يسكنوا مع بعضهم. بكري كان دارنا احنا كل بيت فيها عائله فهمتني، اخوتي ساكنين نساء واولاد فهمتني، كل واحد ببيته وكل واحد كذا، ونتقاسموا المشاغل اليوميه ونتقاسموا الاخوات اخوات فهمتني. اما الجيران بالذي لا اله الا الله تقول عائله مش جيران ابدا كان تقول هذا جاري، ثم تقول جاري تحشمك تقول جاري، تقول خويا تقول اختي تقول اللي تحب فهمتني، ولبس وتعدينا والحمد لله، ونعرفوا كيفاش نصرفوا، اليوم نصرفوا برشا غدوة نصرفوا شوية، ويستقنعوا والأولاد تستقنع والبنات تستقنع. توا يجي نقول لك توا العناد، ها نقول لك اللي هلك الدنيا توا هي المادة والعناد، حتى اللي هو فهمتي ولا يصور في مليون يحب يصرف ثلاثة، ما عادش يخلط ما يخلطش نالكل، وكانت عباد زادة فهمتي ولا تمشي على سقيها، وكانت ما ثماش بعد ما ثماش ازدحام ما ثماش حتى شيء، تركب في الترولوبيس وفي الترمفاي هذا كله تنحى، وتركب في الترين حق الواد وترين وحملهم، عندك عائلتك في رادس في حملهم تمشي تطلع عليهم برخص الأسوام وتمشي على سقيك توا يا خويا، كان المادة والكراهب والفوياجات باهي، هو التحرك باهي، الأولاد قراوا خير من بكري، تم القراية توا القراية موجودة، يمكن توا معناها ولا الصغير سامحني عفوا يحلم يعني ويقرا ويوصل هذاك هو توا يقرا يا كوارجي نقول لك يقرا يا يكون باش يضمن المستقبل، بينما مسيو نلقاو الرجال اللي كيفك انت هكا رجال بكري متثقفين برشا متثقفين. ايجا نقول لك وقت اللي احنا كنا كي نقعدوا لا تقطيع ولا تريش، نجدوا مواضيع علميه دينيه فقهيه فهمتني، ولا نتفقهوا فهمتي ولا، ونحكيوا على الفلاحه نحكيوا على الصناعه نحكيوا على كل شيء، هذيك كانت القاعده في القهوه بكري ماهيش نتاع حسابات اخرين، كان الثقافه والكتب بكري نعديوا لبعضنا فهمتني، والله تو يجي نقول لك يحكيوا على القرايه والقرايه، انا قرايه اليوم اقل كتاب ب 40 وب 50 وب 100 الف، وقت اللي كان البكري فهمتني الكتاب دينار و 1500 ويشري، وكنا حتى من الكراي تكراو الكتب بكري، تمشي للمكتبه تكري الكتب تقراها تشبع منه وترجع ويستنفع به غيرك، اليوم حتى شيء، اليوم اخويا كان الشراء كان الدنيا فهمتي، ولا تو احنا تاخذ قدام المكتبه تقول اللهم صلي على النبي هالرجال اش كتبت، يا خويا اقرا انت
هما كتبوا، عامل مجهودك اقرأ، اقرأ برك ما تكتبناش انت، ما مش لازم. وحنا هيك تقرأ قصة نجاح متاع شخص يعني ملخصة في كتاب. والناس احنا كنا شادين في وصولنا، فهمتني؟ احنا ببحر هذايا نهبطوا له كان في الاعياد والمناسبات باش نشوفوا راس العام ونوال كيفاش زينوه القره، فهمتني؟ فهمتني؟ نمشي كلنا شادين حومنا ولابس علينا ونمشيوا لعائلاتنا، وفي السلعه هذه نتاع الشتاء نمشيوا لعائلتنا اللي في كما نقولوا فيها الجبل فيها الدنيا، في الصيف نمشيوا لعائلتنا اللي فيها البحر ونتزاوروا وكذا، فهمتني؟ ما كانش هالشيء البعد هذا هو زاد، وعندك البعد والتفرقه، معناتها هاللي ما عادش الولد يحب يسكن مع ابوه، ما عادش الطفله تحب تسكن مع امها، فهمتني؟ كل واحد يحب تو شوفهم بانين ديار يا ديار على تقين وثلاثه كلهم سكري، ولادهم ما تحبش تسكن معاهم، فهمتني؟ هذا ما كانش بكري، كنا دار عربي تلم الناس الكل حتى ربي يعمل دليل. والقناعه مسيو؟ القناعه هذيك ما تحكيش عليها، القناعه كنز لا يفنى، كنا نستقنعوا حتى بشكشوكه حتى بفم محمص حتى بفم جاري، فهمتني؟ ولا ونعرفوا كيفاش نصرفوا، لا كانت فريجدارات لا كانت حتى شيء، فهمتني؟ ولا تريف كل يوم ويومه، الزيت كل يوم ويومه، الشيء مكدس، الخيرات مكدسه، كل حاجه بوقتها ناكلوها، ما ناكلوش توا كيما نقولوا حاجه الشتاء ناكلوها في الصيف وحاجه الصيف ناكلوها في الصحه. مسيو الصحه كانت تقبل الخير، الصحه مهبول يمشي للطبيب بكري، مهبول فخار بكري، عرفت؟ ما ثماش طبيب هذايا وحليب وماكلتها، يعني الحلايب كان يعطي الحليب اللي عنده مريض، فهمتني؟ ما كنا لا نشربوا حليب لا شيء، حاجات زمنيه معناتها قهوه كحله بسيسه، اش نحكي لك؟ العسل الذراع، فهمتني؟ هذه كانت الحمص، هذه كانت فطور الصباح نتاع بكري، فهمتني؟ ولا تو الياغورت والبيتزا والجو ما تحكيش ما تحكيش على تو وما كلت الشارع، هذه هو لك الدنيا كان ما كلت الشارع. كنت تلاحظ معناها برشا امراض جات كنت قبل اكيد تسمع بها سمعة يعني؟ ما نعرفوهاش والله، ما نعرفوها والله، من بعد هكا بدات بشويه بشويه حتى لين تو شو اسمه هالبوليسيون هذيا والشي، فهمتني؟ ولا ما كلتش يا ولدي الجلطه، يا ولدي ما كانش موجوده، جمله 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 جمله. والله كان نعطيك سر، انا نعطيك سر، عطوا نعطيك ينفع السيد المشاهدين ميساج. انا كنت ممرض في مستشفى شارنيكو وكنت في سيرفيس كارديو، معناتها تبقى القلب هالجلطات هذيا، من سبيل المستحيل يجينا مريض تحت 60 و70 و80 سنه، توا الجلطه ولات عندي 20 و25 سنه. يجي قريب مسيو عاجي على الاخر، في وسط القريب تجي جلطه. شيء كبير شيء كبير، فهمتي؟ ولا ما كانش الامكانيات والسبيطارات، نقول لك والطب والماتريال، كنا باقل حاجات نعملوا القهر، نعملوا القهر، لا عندنا هالماكينات والكورونا رو وهالدنيا، واللي ريمو سكانر، ريمو سكانر والدنيا، ما كانش عندنا هذايا، ما كانش طبتنا. والله انا خلطت على طبه يتصنت المريض يحط شوليقه على صدره ويتصنت بوذنه، حتى ستيتوسكوب فهمتي ثم موجود، اما يحب هو تعلم كاكخ في الاربعينيات في الثلاثينيات يحب يكمل كاكخ، فهمتي؟ يا يخدم بالستوسكوب ويخدم كذا، فهمتي؟ والدويات ما كانش العباد تاخذ دويات، كي تعطيهم دواء ينفعهم، علاش؟ خاطر ما شربش دويات، ما يعرفش الدويات، يمرض بالقريب يعصر طرف قارص ياخذ طرف عسل طرف زيت زيتونه، فهمتي؟ ولا يلبس عليه. اليوم لي زونتيبيوتيك عاملين حاله، لي زونتيبيوتيك الور لا انفليو انفليو كبير ياسر اللي توا ضارب العباد الكل ويلزمها تفيق على روحها العباد وتنحي هالحكايه لي زونتي انفلاماتوار، فهمتني؟ ولي زونتيبيوتيك، فهمتني؟ وياخذوه فيه ماتور يا ترافير. وابخي تو مسيو الكل ينجم ياثر على الكبده والمعده بصفه عامه. ياثر حتى الدفاع نتاع، مع تو كي تمرض بحاجه تاخذ لها انتيبيوتيك وانت ماهيش لازمتها، كي تمرض سيريوزمون الانتيبيوتيك ما عادش يمشي معاك. هذه مسيو كلامك صحيح 100%. وعندك القريب ما عمرها ما تداوى بالانتيبيوتيك، تداوى بشويه اسبيرين شويه كذا بكري كي نشري الطبع فيه من عند العطار وقتها. تنعطيك كيفاش؟ ريت مثلا واحد توجعه قريجمو شويه كها وتوا في الوقت اللي هذا يشرب انتيبيوتيك يقول لك خليني نقص لها قصه عربي، وهي هذيك مضره. تسمع كنت كوكتيل اللي زرقوا فيها. سميقة كوكتيل. كوكتيل حاله عليها فيها شو اسمه هذاك الكورتيزون وانتي انفلاماتوار، حاله حليله وبرا، حاله حليله. شنو الكورتيزون؟ شنو واحد يمشي ياخذ الكورتيزون ويزرقوا له؟ هذا كلام هذا، فهمتي؟ نهار اللي يستحق الكورتيزون ما عادش
بقى برشا ناس تو تدور في الشارع معوجة بالكورتيزون ما يعرفوش. يعني الانسان اليوم باش يشرب ادواء لازم في الحالات القصوى على الاخر بالحق يكون مريض سينو ينجم ياخذ حاجات طبيعيه على الاخر في بدايه المرض. بالطبيعه يخلي حكايه ثلاثة اربع ايام جمعه مشات المرض على روحه ولا باس. يعطيك الصحه يا مسيو ميرسي. هذه نيو ميديا.